لا أستاذ. السلام عليكم، تحية لجمعية العيون الشرقية، تحية لكل المجتمع المدني المغربي ولكل المجتمع المدني الوطني، تحية لأبناء وبنات الجهة الشرقية. جمعية حاولت أو أنها دائما كانت تسهر على ما يتعلق بالشق الحقوقي خاص سواء بالمرأة أو الرجل، والآن وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة قررت هذه الجمعية دعوتي لإلقاء محاضرة تحت عنوان التمكين الحقوقي والاقتصادي للمرأة، وجات في الوقت ديالها المناسب حيث أنه أطلعت يعني الحاضرات وكان حضور وفير ويحترم شروط السلامة بطبيعة الحال استنادا لهذا الوباء اللي كاين. نتمنى الله الرفع دياله إن شاء الله، أن يرفعه بقدرته. هاد طلعتهم على مجموعة من المسائل المتعلقة بحقوق المرأة التي أسندها إليها الشريعة الإسلامية يعني الشرع الإلهي، وكذلك ساندتها القوانين الوضعية حيث لأن لنا مرجعية إسلامية استنادا للدستور المغربي، دستور سواء الدساتير السابقة أو دستور 2011. إذا استنادا لذلك مكنت الأخوات بمعرفة بعض الحقوق التي كنا يجهلناها إما بسبب الأمية أو لأسباب أخرى، وكذلك بعض المسائل التي تمكنهن من جمع، لا أقول جمع المال ولكن أقول له سميه بصفة عامة، تمكين اقتصادي للمرأة عن طريق تكوين تنظيمات على رأسها مثلا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وكذلك قلت لهن بأن بضرورة المطالبة بالمواكبة، ونناشد من هذا المنبر يعني المصالح المختصة بمواكبة يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمواكبة الأخوات، لأن هن الفئة الهشة يعني الفئة الهشة والغير متمكنة اقتصاديا، لذلك نطالب بمواكبتهن وتحسيسهن وبدعمهن في جميع الحالات. وأشكركم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنحيي جميع النساء العيونيات الفاعلات في المجتمع المدني في أي مجال، كنحييهم ونهنيهم هذه المناسبة وكنشد الأيادي ديالهم ونقول لهم ما يوقفوش وما يحسوش باللي عندهم أي نقص في الحياة نتاعهم، يكونوا طموحات ويزيدوا لقدام. على هذا اليوم اللي كنت ما كنعرفش شنو هو هذا 8 مارس، والحمد لله فهمت هذه الجمعيه حضرت هذا النهار وهذا الشيء جميل بزاف، والحمد لله كنت من بين الحضور تاع المعروضين لهذا الندوه، والحمد لله يعني استفدت بزاف ديال المعلومات. شكرا. السلام عليكم، معكم خالده بياض فاعله جمعويه وحاليا طالبه في كليه الاداب وجده دايرة علم الاجتماع إن شاء الله الساعة السنة الثانية. بطبيعة الحال هذه درت بكالوريا في 2019، حصلت على المونسيون ودخلت للجامعة في علم الاجتماع الحمد لله. نتمنى إن شاء الله التوفيق الكامل النساء اللي كيقراو في الجامعة واللي عندهم ميادين كيشتغلوا فيها، وحتى النساء ربات البيوت كلشي كنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. كنشكر الناس اللي نظموا هذه الندوة، جمعية التنمية ياك جمعية العيون الشرقية للتنمية برئاسة السيد ريس بودرجة والأخت نادية تنكول. كنشكرهم على الدعوة ونشكر الأخت صالحة حاجي الدكتورة اللي غنية عن التعريف بنت العيون، وكيزيدنا شرف أنها تكون إطار ديالنا هو اللي كيدير لنا الندوة، لأن دائما كنا كنحضروا الندوات كنجيبوا يا إما من الرباط يا إما من كازا يا إما، ولكن منين نجيبوا بنت البلاد ودير لبنات البلاد هذا شرف كبير. الندوة كانت جد قيمة وجد مفيدة، كانت حول الحقوق الاقتصادية ولا التمكين الاقتصادي والحقوقي للمرأة. بطبيعة الحال القانون واضح، خصنا غير نطلعوا عليه، كل شيء معروف كل شيء، غير واش هو اللي كنعانيو منه بزاف 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 هنا هو دوك الحقوق ودوك القوانين يوصلوا للمرأة. بزاف ديال النساء ما كيوصلهمش هادشي،
المعلومه كتوصل شويه روطار، وملي كتوصل كتلقى العراقيل بزاف، وكتلقى على الميدان يعني في منين نجيو كما نقولوا يعني شي حاجه ملموسه، شي حاجه في الواقع كنلقاو غير الكتبه. هذا هو اللي كيعم كامل، ربما ما كيعمش غير العيون ولا غير على الشرق، ولكن كيعم المغرب المهمش كله. نتمنى لكم التوفيق، وتحياتي للجميع، وتحياتي ما ننساش. انا دائما كنأكد على ان احنا ما تخليناش الظروف نخليو واحد الفجوه بيننا بين الرجل. احنا قضيتنا قضيه حق، قضيه حق ديال المواطن، ولكن هو بتاع التأنيب. ما عندناش مشكل احنا مع الرجل، باش ما يديرولناش ديك الفجوه، باش ما يخليوناش نضربوا فيما بيناتنا. هي الحقوق خصها تكون وطنيه لشبابنا، لشاباتنا، لرجالنا ونسائنا. هذا هي الكلمه ديالي، تحياتي للجميع.